ضيفنا في نجم يا هلا لهذه الليلة هو ابن الطائف والمريفق تحديدا الذي درس الأدب واللغة في مكة المكرمة ثم طار إلى بلاد الجن والملائكة كما يحلو الأديب المصري طه حسين أن يسمي عاصمة النور فرنسا. ليخطف شهادة الأدب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون ضيفنا الذي يتحدث بلسان الحداثة وما بعدها له تجربته البرلمانية في مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية. لا أحد يستطيع ضبط بوصلته في اتجاه واحد فهو الذي هرول كثيرا في بلاط صاحبة الجلالة مشعلا فتيل المنافسة الورقية في أكثر من مؤسسة صحفية حتى أغراه شغف البحث والدراسة ليسبر أغوار مجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لأن التحدي الرقمي ونهاية دكتاتورية المثقفين ووصايتهم ليعزز موقفه بكتابه المعرفة قوة والحرية أيضا مسببا حالة من الأرق المثقف العربي عندما أعلن موت النخبة ضيفنا لهذه الليلة الذي يفضل تحريض الاستفهامات وتعليق الأسئلة التي تطرح الإجابات المختلفة هو رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. بالمجهر مركز أسبار للدراسات والبحوث صبر أغوار الظواهر الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ليكون علما في الإعلام السعودي متخصص في الأداب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون العريقة وهو عضو سابق في مجلس الشورى السعودي على امتداد ثلاث دورات خبير يستند إلى تجربة طويلة في مجال الإعلام بدأها في صحيفة الندوة وانتهت إليها ولكن تظل رئاسته لتحرير مجلة اليمامة من أهم تجاربه الصحفية خصوصا أنها حظيت بصدى كبير وحققت توزيع مرتفع في تلك الفترة حتى أصبحت منافسة للصحف السعودية ومن ثم جاءت تجربته في جريدة الوطن السعودية المتميزة بالجرأة بعد أن شارك في تأسيسها واختيار فريقها الصحفي الاحترافي وله عدد من المؤلفات كان آخرها كتاب المعرفة قوة والحرية أيضا عنده ما شاء الله أولا الأسلوب في كتابته أسلوب مميز قدرته في موضوعية الموضوع نفسه والنهج اللي بينتهجه الكتابات عميقة تتحدث بالسياسة فيها جرأة وهذا ما يتميز به دكتور فهد بيمثل روحية الشخص التنويري اللي يدعو دائما إلى تحرير العقل العربي من أسرة الأساطير والشعوذة وغير ذلك هو رجل صاحب قلم علمي أساسا محاضراته تفتح آفاق النقاش وأبواب الأسئلة فيطرح على الحاضرين حالة من قلق السؤال عن ماهية التغيير وكينونته وشكله لن يكون هناك أجيال مبدعة إذا لم تتمتع بالحرية الحرية في التفكير، الحرية في الفكر النقدي، الحرية في معالجة المسلمات، الحرية في الاختيار مشروعاته إبداعية سواء في مجال الإعلام أو غيره لأنه على قدر من الاحترافية العالية من هنا يمكن القول أنه نموذج جدير بالاهتمام وتجربته تستحق التأمل الدكتور فهد العرابي الحارثي يا هلا يتشرف بحضورك معنا دكتور فهد أهلا وسهلا بك أول شيء أنا سعيد الحقيقة أنك منت لابس شماغ عشان ما ننافس بعض ومبسوط أنه يعني طلتك البهية طبعا قليلة دائما في غير البرامج تكون لابس الزي الرسمي اليوم بزيك الغير سعودي أولا شكرا جزيلا على التقرير الجميل اللي استمعنا إليه الحين وأنا شاكر لك أنك يعني قدمتني بهالتقدمة الجيدة أما من ناحية الزي السعودي والبدلة اللي أنا لابسها فأنا مع الأسف جاي من بيروت مش من الرياض لو جيت من الرياض كان لابس شماغ مثلك ولابس حظي كويس انا اخذت الضوء عليه بس انت ما اخذه الحين اوريدي يعني. على كل حال الله يسلمك اهلا وسهلا فيك خلينا نبدا ب يعني اسبار 17 سنه تجربه بحثيه في بلد عربي وانت تعرف انه البلدان العربيه عندهم مشكله في البحث العلمي كيف تقيم هذه التجربه والله هو بالفعل قبل حوالي 17 سنه لما فكرنا في انشاء هذا المركز
كان الهدف منه إنشاء مركز ثينك تانك في المملكة العربية السعودية ليقوم بعمل دراسات وأبحاث تساعد صانع القرار في أن يكون القرار مستند إلى أرضية صلبة، سواء كان صاحب القرار سواء كان القرار سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو خلافه. لكن في بداية التجربة باعتبارها كانت جديدة على المجتمع السعودي، يمكن حتى على المجتمع العربي، واجهنا صعوبات كبيرة جدا في إقناع صاحب القرار بأن مثل هذه الدراسات مهمة وأساسية بالنسبة له. طبعا هذا التقليد موجود في الغرب، وفي بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، أنه دائما يلجأ إلى مثل هذه المراكز لعمل الدراسات البحثية اللازمة، لأنه لا وقت لدى صانع القرار ولا حتى للمؤسسات الحكومية أو المؤسسات التنفيذية أنها تقوم بمثل هذا الإجراء، فيوكل هذه المهمة إلى المؤسسات البحثية. الولايات المتحدة الأمريكية فيها على الأقل 2000 مركز بحثي معروف ومعلن، غير المراكز البحثية الصغرى، غير المراكز الموجود في الجامعات. بينما في العالم العربي مع الأسف الاهتمام بهذه الناحية ليس كبيرا، نعم، ودعم هذه المراكز ليس كبيرا أيضا، نعم. ففي الأول واجهنا صعوبات، الآن الأمور يعني أفضل شوية، يعني طيب. بدأ رح نرجع لحنا المركز أسبار، لأنه الحقيقة حتى وصل لمرحلة جيدة أنه في توجيه المقام السامي في أكثر من مرة بالاهتمام بالدراسات أو يعني الاعتراف بنتائجها أو متابعة من خلال أبحاثكم اللي فيه. لكن خليني أعود إلى فترة الـ يعني ما الشباب، أنت لازلت شباب، لكن خلينا نرجع للبدايات. شكرا. للطفولة. كويس أنا معك ترى. إلى الآن كويس. أي. البدايات، إحنا نتحدث عن المريفق، القرية التي ولدت ونشأت فيها. أولا ما هي قرية، هي وادي كبير في أكثر من 13 قرية. إذا أكثر من 13، اسم القرية؟ لا، هي الوادي كله وادي المريفق. طيب القرى يعني اسماء صغيره، اسماء محليه. أيه. ما ظنت يعني المشاهد. طيب فيه. وادي المريفق. أيه. عشت انت فيه، ولدت فيه لفتره اللي هي يعني المتوسطه تقريبا او الثانويه؟ لا، انا في الواقع انتقلت الى الطائف وانا رضيع، لكنه ظلت صلتي بوادي المريفق وباهل المريفق صله عميقه ووطيده حتى وانا في اعيش في خارج المريفق. يعني أنا أتذكر أنه لم أكن انقطع عن زيارة الجماعة طبعا، لا زال هذا الموضوع حتى الآن؟ حتى الآن، وحتى لما كنت في خارج السعودية لتلقي تعليمي العالي كنت أحرص دائما أن تكون الأعياد والمناسبات المهمة في المريفق أو في منطقة تكون قريبة من المريفق. المهم أنه لازم نشوف. كيف كانت طفولتك؟ يعني كنت وأنت طفل خططت لنفسك، كنت متوقع أنك أنت تكون في هذا التخصص، في هذا الحقل، منجز لكل هذه الإنجازات، أو أنك كنت تتوقع نفسك في مثلا حقل آخر؟ لا، هو الواقع يعني أنا يعني وحيد أمي وأبوي، وأبوي أمي، وأمي أمية أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى وفقهم في أنهم يهتمون بتعليمي باعتباري كنت الوحيد لهم، فلهم الفضل الأول في أنهم يعني اهتموا بهالجانب. يعني عشقي أنا للمجال اللي أنا فيه بدأ يمكن بالصدفة، يعني اكتشفت في نفسي أني أحب القراءة وأحب المتابعة ومجذوب شوية للجانب الإعلامي والجانب الثقافي والجانب فعملت على تنميته. حتى لما تخصصت في الجامعة كان تخصصي قريب جدا لمصدر المنتجات الثقافية بشكل عام، وبعد حتى لما ذهبت إلى كمال دراسة العليا في خارج المملكة في باريس كان في ذهني أسماء لامعة في تاريخ الثقافة العربية، أحس أنها تقف أمامي وأحس أنها تقول لي الطريق من هنا. طبعا في مقدمتهم أنت أشرت قبل قليل وفي التقرير إلى طه حسين ومحمد غنيمي هلال ومجموعة من المفكرين والمثقفين العرب اللي كان الواحد يأخذهم قدوة ويحاول أنه يعني يقلدهم أو يمشي على خطاهم فهي في الأول كانت بالصدفة، لكن بعدين صارت بالإصرار. وكانت رحلتك، أنت كنت وصلت الباريس في السبعينات، نعم،
كانت هي أول بلد تزور خارج المملكة؟ أول بلد أخرج إليه من المملكة العربية السعودية كانت باريس. كيف تلقيت يعني هذه الصدمة؟ كيف تلقيت الانتقال؟ المقارنات؟ هي المفروض النتيجة تكون أعنف. أي. يعني المفروض أو المتوقع لشخص ينتقل من بيئة محافظة، بيئة مغلقة تقريبا، إلى بيئة شديدة الانفتاح، التغيرات اللي فيها تغيرات هائلة وجذرية، أنه مفروض نتائجها تكون أكثر فداحة. بس الله سلم واستوعبت الصدمة، واستوعبت الصدمة بشكل إيجابي. أي. والحمد لله عدت سليما معافى. يعني بفضل أحد ولا أنت يعني حاولت أنك تقرأ؟ لا توفيق من الله. أي. لا ما يعني يمكن عامل الخوف، عامل المفاجأة يعني في استيعاب الوضع اللي أنا انتقلت إليه من جديد، يمكن كل هذه الأشياء كان لها دور في. نعم. طيب الشرارة الأولى لتعلقك أو دخولك المجال الصحافي؟ أبدا، هذه بدأت مبكرة جدا، وبدأت في وأنا في طالب في المرحلة الثانوية، يمكن في أولى أو ثانية ثانوي. كنت أحاول أن أبعث إلى جريدة الندوة بالصدفة هذيك الأيام، كان فيها صفحة للطلبة يقدمها شخص اسمه توفي الله يرحمه، اسمه عبد الرحمن العباري، وكنت راسل الصفحة أبعث أخبار المدرسة، النشاطات اللي تقوم في المدرسة، والمدرسة اللي أنا كنت فيها من أهم المدارس من حيث النشاطات الثقافية، وهي مدرسة دار التوحيد معروفة يعني. كان فيها دائما نشاطات ثقافية مسرحية وإنتاجية وصحفية، فكان فيها دائما نشاطات تغريني بأن أكون مراسلا لهذه الصفحة في مدرسة دار التوحيد. لما انتقلت إلى جامعة أم القرى أو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة، أصبحت محرر محليات في صحيفة الندوة، إلى جانب دراستي في الجامعة فترة رئاسة التحرير. فبدأ العشق الصحفي. تذكر رئيس التحرير من كان وقتها؟ في الوقت حامد مطاوع. حامد مطاوع، نعم. هو أبو الدكتور أنور مطاوع، الله يرحمه. نعم. رحمة الله عليه. عموما طبعا ودارت الأيام على قول أم كلثوم، راحت الدنيا وجت الدنيا وعدت للندوة، الآن أصبار متبني مشروع الندوة. حدثنا عن هذه التجربة، إلى أين وصلتم؟ هل فعلا راح نشوف جريدة مختلفة جدا، أم أنها مثل اجتماعات الندوة اللي تكون دائما مرة ترتفع مرة يعني مرة ما يكون في نتائج إيجابية؟ لو الواقع أنا لما التقيت بالمرحوم الدكتور محمد عبدو يماني بعد أن دعاني لعمل الدراسات التأسيسية للصحيفة، قلت له بملء الفم، صحيفة الندوة عمرها أكثر من 60 سنة، وهي من المؤسسات الإعلامية ذات التاريخ العريق، وصحيفة الندوة تصدر من أهم وأطهر بقعة في العالم اللي هي مكة المكرمة، ولكن أعتقد أن كل العلاجات التي تمت لها بعد أن عانت من الركود هي يعني مهدئات أكثر مما هي علاجات جذرية. ولهذا أنا أقترح عليك معالي الدكتور أنه الشعار اللي حنطلقه من الآن ورايح هو إعادة تأسيس صحيفة الندوة، وليس الاكتفاء فقط بتطوير صحيفة الندوة، لأن هذا المصطلح استهلك أكثر من اللزوم، خصوصا أنه خادم الحرمين الشريفين يعني دعم هذه المؤسسة دعم يعني مادي ومعنوي، وهو حريص أن تكون صحيفة الندوة على مستوى يليق بتاريخها ويليق بتاريخ المكان اللي هي تخرج منه. فلا بد أن يكون هناك حلا جذريا برؤية صحفية جديدة بإعادة هيكلة بالكامل للمؤسسة، بإعادة هيكلة للتحرير، بإعادة هيكلة ولعلها تكون تجربة إن شاء الله تكون ناجحة. طيب. مثل كم أنجزتوا من المشروع؟ طب في عقد كثير الندوة، خففتوا كل العقد أم لا؟ إحنا الآن في أنجزنا مرحلة الدراسات التأسيسية، كل الدراسات، وهي تشمل يمكن حوالي 7 دراسات، الشخصية التحريرية والشخصية الإدارية والشخصية الفنية والندوة الإلكترونية وكل النشاطات. هذا عمل عليها فريق علمي متخصص من الخبراء سواء من داخل المملكة حتى من أمريكا، في ناس شاركوا في إعداد الدراسات التأسيسية لصحيفة الندوة. احنا الآن ننتظر في 28 أبريل القادم هذا
انعقاد الجمعية العمومية للموافقة على بعض الإجراءات التي تتيح مسألة طرح الاكتتاب في الصحيفة لمؤسسين جدد ومستثمرين جدد. طب هم كل الأعضاء راح يكونون حاضرين؟ في ناس تعرف متوفيوا في ناس، هي الواقع هذه من إحدى المشاكل أنه في الأحياء من المؤسسين لا يتجاوزون 9 أشخاص. لكن الحقيقة يعني بدعم من معالي الدكتور عبد العزيز خوجة استطعنا أن ندخل حتى الآن 7 من ورثة المتوفين، فصار عندنا جمعية عمومية حوالي 16 شخص يعني. فاحتمال أنه النصاب يكون إن شاء الله مكتمل. اخترته رئيس التحرير، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة؟ رئيس مجلس الإدارة نعم اختير، والمدير العام اختير، ولكن يمكن ليس مسموح أن يقول الآن أسماءهم، يمكن تقال إن شاء الله في وقت لاحق. أما رئيس التحرير لسه في كم اسم إلى الآن يعني. طيب هذا لا تقول، قل لنا كم الاسم من الأسماء. أي الأسماء اللي تتناقشون فيها كرئيس تحرير للندوة؟ لا صعب. نعم. لا طيب صعب. هي من الأسماء الشابة، من الأسماء اللي عندها أيضا أكثر من تجربة؟ إحنا حريصين في مشروع الندوة على فكرة أنه كل الجيل اللي حيمسك الإدارة يكون من الجيل الشباب، ابتداء من رئيس مجلس الإدارة مرورا بالمدير العام مرورا برئيس التحرير. طيب راح أروح لتجربة صحيفة الوطن. هذه التجربة اللي كانت يعني تجربة حركت الصحافة السعودية، خلتها تنتفض على المستوى التحريري وعلى المستوى الإخراجي وعلى مستوى صحافة الرأي وإلى آخره. يعني كيف أنتم عملتوا هذه الخلطة؟ ما هي عوامل النجاح في هذه الخلطة لصحيفة الوطن اللي راح أسألك عن يعني رأيك فيها اليوم والفروقات بين اليوم والأمس؟ هي يعني الطموح في عمل صحيفة جديدة في المملكة كان قوي جدا، لأنه بين الوطن وبين آخر مؤسسة صحفية أقيمت في المملكة العربية السعودية أكثر من 40 سنة، فكانت البلد في حاجة إلى عمل نموذج صحفي جديد يعني يكون له بعض الملامح اللي تميزه عن ما هو قائم أو عن ما هو متداول في الفضاء الصحفي في المملكة العربية السعودية. انطلقنا أنا وفريق العمل اللي عمل الدراسات التأسيسية في البداية من هذه الرؤية، أنه لابد أن نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، فلا نكرر التجارب التي مرت، لكن نحاول أن نخلق تجربة جديدة. كان يحفزنا إلى هذا طبعا التحدي اللي وضعنا فيه سمو الأمير خالد الفيصل حينما التقينا فيه لأول مرة، وقال لنا بالحرف الواحد: إذا كنتم ستكررون التجربة الموجودة والقائمة في السوق العربية بشكل عام فشكرا لكم، وما في داعي نستمر في العمل ولا نبدأ حتى في العمل. أما إذا كنتم ستأتون بتجربة أخرى فعلى الرحب والسعة. أمام هذا التحدي وأمام تطلعنا إحنا أيضا أن نسوي شيء الحقيقة جديد وشيء مفيد وشيء يضيف للإعلام السعودي، طلعت التجربة هذه اللي هي تجربة الوطن، اللي أنا شخصيا شديد الفخر فيها. أنا كنت رئيس الفريق العلمي اللي عد الدراسات، وكنت في نفس الوقت رئيس الفريق العمل الذي أطلق الصحيفة وأنشأها. بس كلكم اليوم تقريبا، وصحيح إذا كنت أخطي، ما لم تعودوا موجودين في جريدة الوطن، لا أنت ولا الفريق، إلا إذا كان باقي اسم أو اسمين. لا يعني الأساسيين نعم، الأساسيين نعم لم يعودوا. لا لم يكن. كيف أنت والفريق عدا بعض أعضاء مجلس الإدارة طبعا؟ نعم. هل خروجكم كان خروج فيه مشاكل ولا وما هي أسبابه؟ أتكلم عن خروجي أنا ولا خروج الزملاء؟ لا خروجك الأخير. أنت ثم بعد ذلك في ناس يمكن تزامنوا وفي ناس فيما بعد. لا أنا بالنسبة لخروجي لا، أنا أصلا يعني ما كان عندي تطلع لا أكون رئيس تحرير ولا أكون مدير عام، وحتى رئاسة مجلس الإدارة كانت بتكليف من الأمير خالد الفيصل طبعا بانتخاب بالتأكيد يعني، بس أنه هو اللي دفعني أني أرشح نفسي لمحاولة تنفيذ التصورات والرؤى والأفكار اللي في الدراسات التأسيسية اللي احنا عملناها، يريد أن أكون مشرف عليها في تنفيذها. بعد ما أنجزت هذه المهمة بعد 3 سنوات من الصدور أنا استقلت من الوطن مرتين،
واعتذرت يعني من الاستمرار، لكني في المرة الأولى لما هذا رجعت مرة ثانية لأنه الأستاذ جنان الغامدي مشي، فكان أريد لي أني أكون رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير في نفس الوقت، ما كان في رئيس تحرير، فعدت مرة أخرى لفترة 10 شهور لين وجدنا رئيس تحرير آخر ثم تركت. طيب، على سالفة رؤساء التحرير، في يونيو 2010 قلت في حوار مع صحيفة المدينة أن جنال الغامدي رحل عن رئاسة التحرير بسبب عدم يعني تفاهم مع الجهات الحكومية، بينما ذهب جمال خاشقجي لعدم تفاهم مع المؤسسة الدينية، بينما ذهب طارق إبراهيم لعدم تفاهمه مع المؤسسة نفسها. يعني السؤال هنا أنه يعني هذه التخريجات، هل المشكلة في 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 تركيبة جريدة الوطن من الأساس، ولا المشكلة في تلقي المسؤول لأداء صحيفة الوطن؟ لا، هي صحيفة الوطن فتحت أفق جديد في الإعلام السعودي وفي الصحافة السعودية، أفق تمتزج فيه حرية التناول مع شوية جرأة، مع طرح جديد بتصورات جديدة. كان المناخ يبدو لم يكن مهيأ بعد لاستقبال مثل هذه الطروحات ومثل هذه الأفكار، بالتالي كان لابد يكون هناك يعني تعثر في المسيرة بشكل أو بآخر. فبالنسبة للأخ جينان، أنا قلت أنه خرج لسوء فهم متبادل بينه وبين بعض الجهات الرسمية. يختلف، لأن السؤال تذكر في جريدة المدينة أنه هل خرجوا كلهم لأسباب واحدة، فقلت لا، واحد خرج اللي هو الأستاذ جينان لخلاف سوء فهم متبادل بين الطرفين يعني. بينما جمال خاشقجي واضح يعني الخروج الأول على وجه الخصوص، لأنه جاء مرتين، جمال خروج الأول كان بسبب أيضا سوء فهم يعني بينه وبين المؤسسة الدينية أو بعض الأشخاص في المؤسسة الدينية. بينما طارق إبراهيم لا، كان خلاف مع الإدارة، إدارة المؤسسة، وهذه دائما تحصل على كل حال، ليست فقط في صحيفة يعني الوطن، لكنها أكثر ظهورا في صحيفة الوطن لأنها جت متتالية. أي لا، يعني هل رئيس التحرير اللي في الوطن لازم يكون عنده علاقة جيدة متفاهم مع الحكومة ومع المؤسسة الدينية ومع الجريدة؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. هو المقصود هو أنه مطلوب في رئيس التحرير أن يحاول أن يخلق جسور من التفاهم مع هذه الجهات، هذه مكونات سياسية ومكونات اجتماعية موجودة على الأرض، فلا بد أن يخلق جسور من التفاهم معها لكي يوصل الرسالة التي لديه بالطريقة الصحيحة. أنا بسألك يعني كمراقب الآن وعندك تجربتك في الوطن، كيف ترى صحيفة الوطن الآن؟ هل تقدمت أم أنها تأخرت؟ الحقيقة السؤال شوية محرج بالنسبة لي أنا شخصيا، لأنه لا أريد أن أزكي المرحلة اللي أنا كنت فيها على حساب المرحلة اللي الآن فيها غيري، فتفهم فهم خاطئ. لا، احنا خلينا نتفق أنه مرحلة الإخوان اللي موجودين في الوطن الآن مرحلة أصعب يعني لعدة اعتبارات. الوطن يعني اللي كانت تتميز بالعكس، أنا أعتقد أنه أسهل. كيف؟ لأنه أنا أعتقد هامش الطرح وهامش حرية التعبير وهامش النقاش والنقد اللي توفر في خلال الخمسة ستة سنوات الماضية أرحب بكثير من الفترة اللي كانت فيها انطلاقات. وانت تتوقع يا دكتور لو أن عندهم هذا الهامش الآن راح يترددون في أنهم يكونون أكثر حرية مما كانوا؟ اللي قاعدين نشوفه في الوطن أنه على مستوى الحريات، على مستوى كتاب المقالات، على مستوى كثير أشياء لم تعد الوطن كما هي كمراقبين يعني. لا، هو يمكن تاريخ الوطن أو الأشياء اللي حصلت في السابق خلقت عند الزملاء اللي جو فيما بعد نوع من الفوبيا شوية أو من الخوف، وأحيانا يطلق أنه كرسي الوطن كرسي غير مستقر، كرسي هم يصفونها بأنك كأنك يعني على ظهر ثور إسباني تقريبا، عليك أن تصبر قد ما فيه، وبالتالي أي أحد يجي يحاول. بس ترى ظهر الثور الإسباني اشتد يمكن فترة الأخيرة أكثر، والدليل عدم صمود يعني جمال مع الناس على فكرة، وتخوف حتى يمكن الوطن من تعيين رئيس تحرير. أي. يعني كلهم مكلفين الأخوان سواء جاسر أو قبل أيضا. هم على كل حال كل واحد فيهم بذل
جهود جيدة وجهود مشكورة، وأعتقد أنه كلهم مهنيين وصحفيين. سليمان العقيلي من, 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 من الدرجة الجيدة، إن كان الأستاذ سليمان العقيلي وهذا زميل من تأسيس من فترة تأسيس الوطن طبعا، وإن كان جمال خاشقجي وإن كان الأخ طارق إبراهيم، كلهم من الشباب اللي شاركوا حتى في التأسيس، في تأسيس صحيفة الوطن، وبالذات طارق إبراهيم والأخ سليمان العقيلي هم من الفريق اللي بدأ معانا من البداية، وكلهم أصحاب مهنة. لكن أحيانا في ظروف ما تخدم، يعني في أحيانا سوء، يعني سوء تقدير لبعض الأشياء، يعني تؤدي إلى خلق بعض المشاكل. يعني نفس الشيء، يعني طارق إبراهيم لولا الخلاف اللي بينه وبين الإدارة كان ماشي، يعني ما عنده مشكلة مع المؤسسة الدينية ولا مع المؤسسات الحكومية اللي معنية بالشأن الإعلامي في المملكة. يعني كانت الأمور، مش كانوا مختلفين مع الإدارة على إيش طارق إبراهيم؟ ما عندي تفاصيل حقيقة. يعني طيب، خلني أنتقل إلى تجربة اليمامة. لو كنت رئيس تحرير اليمامة اليوم، هل ستحقق نفس النجاح؟ يمكن، ما أدري. لا، تعرف اليمامة في ذاك الوقت، اليوم الإعلام الجديد، المواقع الإلكترونية، الفضائيات الكثيرة. بالتأكيد لن أتعامل مع اليمامة بالروحية والمنطلقات اللي أنا تعاملت معها لما في الفترة السابقة. سيكون هناك أدوات وآليات مختلفة تماما، وحيكون هناك طريقة للتناول وطريقة للطرح مختلفة. سنحاول أن نحقق فيها ما استطعنا، يعني مع الجماعة الزملاء اللي اشتغلوا معنا، أن نسوي إن شاء الله عمل جيد. بس ما لي أي نظر في العودة إلى اليمامة، يعني طيب، ولا غيرها. نعم، لا، بس صحيفة، إحنا عندما نشوف المجلات الرصينة والمجلات اللي مثلا، خلنا نتذكر سويا في السعودية تحديدا، يعني تجربة مجلة المجلة تجربة عربية سعودية، الآن مجلة المجلة يعني تكاد تكون غير موجودة، يعني على مستوى التوزيع، وحتى أنها ورقيا يبدو اكتفى موقع، ربما يعودون لاحقا. عندنا مجلة إقرأ يعني انتهت وماتت، مجلة اليمامة لم تعد كما كانت، بينما مثلا نجد في عالم متقدم أكثر منا في الولايات المتحدة، نجد مجلات عريقة لا زالت موجودة وتوزع وإلى آخره. ما هي الأسباب في فشل مجلاتنا بينما الناجحة عالميا رغم التطور التقني؟ هذه الحقيقة تتعلق بالبنية الثقافية للقارئ السعودي والقارئ العربي نفسه. هناك مجلات لا زالت مستمرة في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا، وبقوة، وتوزيعها توزيع كبير، أحيانا توزيعها يفوق توزيع الصحف اليومية. لأن القارئ الغربي الأوروبي والأمريكي هو قارئ مجلات بالدرجة الأولى، بينما القارئ السعودي والقارئ العربي هو قارئ صحيفة يومية بالدرجة الأولى. ولهذا تعاني كثير من المجلات، ليس فقط المجلة العربية، وليس فقط المجلة فقط، أو مجلة اقرأ، أو حتى بعض المجلات التي كانت تصدر في بيروت وفي القاهرة. القارئ العربي يعني ليس قارئ مجلات، والمعلن العربي والمعلن السعودي ليس معلن مجلات. ونحن في اليمامة هذيك الأيام عانينا معاناة كبيرة جدا، لكن يمكن وهج مجلة اليمامة اللي أخذته في تلك الأيام خلق لها قاعدة كبيرة من القراء. يعني اليمامة كانت تنافس الصحف اليومية في التوزيع، يعني في تلك المرحلة توزيعها مرتفع، وضعها جدا مستقر. صحيح أن ما هناك أرباح مالية كبيرة باعتبارها مجلة أسبوعية وليست جريدة يومية، في نفس الوقت المعلن ما كان يقبل إقبال كبير على الإعلام في المجلة، يريد جريدة يومية صفحتها أكبر وشكلها. حتى تعرف تجربة التابلويد في السعودية لم تنجح طبعا. يعني شمس رجعوها عادية. عموما أنا بقى بستشهد بكلام وبغى تعليقك عليه الحقيقة. عبد العزيز الخضر في كتابه السعودية سيرة الدولة ومجتمع تحدث عن تجربتك الصحفية والأكاديمية والبحث، ولكنه ذكر في أحد يقول بأنك أنت يعني أنك تصير خلف البوصلة الرسمية في الرأي السياسي، يعني خسرتنا كاتب كبير، لأنه ما يعني آراءه ما كان يطرحها بصراحة، كان ينتظر البوصلة الرسمية وين متجهة ويحاول يمشي في الاتجاه. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ هل تتفق أم تختلف؟ خليني أفرق بين أمرين. الأمر الأول، إحنا نحكي قبل شوي عن الوطن،
ونحكي عن اليمامة. أنا بسأل الأخ عبد العزيز وبسألك أنت شخصيا، هل كانت اليمامة في مرحلة 12 سنة اللي أنا كنت فيها رئيس تحرير مجاملة مداهنة أم كانت قوية وجريئة وتعالج مشاكل المواطن السعودي في مختلف نواحيه وبمنتهى الجرأة؟ لو جينا للوطن، احنا كنا نتكلم قبل شوي عن 3-4 رؤساء تحرير في خلال سنتين، هل كانت الوطن مجاملة مداهنة أم جريدة شجاعة وقوية؟ طبعا الفضل دائما ما يعود لي وحدي، يعود لي أنا والفريق اللي كان يشتغل معي، أيضا هم أيضا شركاء في هذا النجاح. إذا كان هذا هو اللي يجب أن يقاس عليه، كيف يفكر شخص ما أو كيف يتعامل شخص ما مع الفضاء المحيط به أو مع المجتمع اللي هو يعيش فيه أو مع القضايا اللي هو يعالجها. في مقابل هذا لا يعني أنه نحن ما كنا في تفاهم جيد مع الجهات الرسمية، في 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 هم يتفهمون دورنا احنا كإعلاميين في طرح القضايا اللي تهم المواطن السعودي، ويعرفون انه ان شاء الله احنا مخلصين ومحبين لهم ومحبين للوطن في نفس الوقت. بالتالي لم نمالئ احد ولم نجامل احد في طرح قضايا جدا حساسة سواء في اليمامة او في الوطن او في خلافها. لو تجي تشوف كتبي مثلا، انا معلش انت دفعتني الان اني اتكلم عن نفسي، انا متاسف يعني اني ده بالعكس، لكن لو جيت مشان تحكم ايضا، يعني الكتب اللي انا عملتها ما اعتقد ان فيها لا مجامله ولا مداهنه. طيب. لكن في نفس الوقت انا صحيح انا اعتبر نفسي مواطن سعودي غيور على استقرار بلدي، غيور على ان تكون التنميه فيه تنميه مستدامه وتنميه قويه، لكن ما بودي انه يعني يروح الموضوع الى انه طيب. يعني هذه اسئله لابد ان تسال. عموما عبد العزيز الخضر تكلم كلام جميل اذا جاء في الزاويه هذه، فبعدين اذا تقابلت مع عبد العزيز، وممكن عبد العزيز بيكون ضيفنا ان شاء الله قريبا، راح نتكلم عن هذه النقطه. ابغى باختصار لاني مجهز لك شغله بسالك رايك فيها ونريح اعصابك في النهايه، في نهايه البرنامج. التجربه البرلمانيه في السعوديه، تجربتك انت شخصيا والتجربه البرلمانيه بشكل عام، كيف تقيمها باختصار شديد؟ انا اعتقد ان التجربه كانت جيده، لكني اعتقد ان السعوديين ينتظرون تطويرها اكثر، سواء من حيث الصلاحيات او من حيث الانتخابات. اعتقد ان مرور 20 سنه على مجلس الشورى كفيل وقمين بانه يعاد النظر في كثير من الاشياء اللي تتعلق بالمجلس. نعم. طيب انا راح اسمعك شغله وبعدين بسالك بعدها عشان نريح اعصابنا شوي. تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عندها تذكر كان في وحدة هذه أغنية للسيدة فيروز. أنت تحب هذه الأغنية؟ لا في شك. ليش تحبها؟ طبعا الظروف الشخصية مالك، إيه؟ ما أعتقد أنها تهمك ولا تهم المشاهدين، لكن أنا أعتقد أنه كعمل فني، إيه؟ كانت من أميز الأعمال اللي جمعت فيروز مع زياد. بأمانة كلمات بسيطة عفوية، كأنه واحد بيحكي، إلى درجة أنه وانت تسمعها
تحسهم موجودين قدامك. تصورهم تماما وهم واقفين يتكلمون مع بعض او هي تكلموا. موسيقى هادئه رشيقه منسجمه تماما تماما مع روحيه اللحظه، لحظه الحدث، ومنسجمه تماما ايضا مع سلاسه في سلاسه موسيقيه وفي سلاسه يعني لغويه بنائيه في 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 المقطوعه نفسها الشعريه. نعم. فهي نعم. من أميز ما غنت فيروز. نعم. في عندي أغنية ثانية تحبها من غير ليه، بس بسألك سؤال قبل من غير ليه، إذا يمدينا ناخذ بس إجابة مختصرة. مبروك أول شيء، مبروك لنا في روتانا حضورك على شاشتنا من خلال برنامج يوم كل جمعة، وهو الأسبوع في ساعة مع أخوة زملاء زياد الدريس، عفوا إدريس الدريس، وهم أخوان ما راح يزعلون، إدريس الدريس وأيضا جمال خاشقجي ويحيى الأمير، والكرسي الرابع هو كرسي متحرك بالإضافة إلى لك. كيف تشوف هذه التجربة؟ ماذا تتوقع لها باختصار؟ أنا أتوقع أنها تجربة جيدة إذا أتقنت بشكل جيد، كما هو التصور اللي عند صاحب الفكرة اللي هو الأخ الصديق تركي الشبانة. إذا استطاع فريق البرنامج أنه يتقن الأدوات والآليات اللي هي تخلي هذا البرنامج مختلف عن أي برنامج آخر، تحليل سياسي أو تحليل يعني، أعتقد أنها ستكون جدا مثيرة وجدا تجربة. نعم. تجربة ناجحة. دكتور فهد العرابي الحارثي، شكرا لك على حضورك في استديوهاتنا هنا في أبو ظبي، واليوم قصينا الشريط وإن شاء الله متواصل دائما. شكرا جزيلا. نعم. شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. نلتقي دائما في أهلا، في أمان الله.